أهلا بكم مشاهدين جريدة فيس بريس في هذا الموجز الإخباري. تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الثلاثاء من توقيف 3 أشخاص من بينهم سيدة يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. اندلاع حريق في الطابق 12 بفندق مكارم الهجرة بمكة المكرمة يأوي حجاج المغاربة، حيث تم تسجيل إصابات قليلة في صفوف المقيمين به، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. لقي 5 أشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة هليكوبتر كانت تنقلهم برحلة سياحية اليوم الثلاثاء بالقرب من جبل إيفرست في نيبال، فيما لا يزال شخص آخر مفقودا كان على متن الطائرة. أما فيما يخص أحوال الطقس، فتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الثلاثاء استمرار الطقس الحار جدا بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك منطقة السايس وواد ملوية وشمال المنطقة الشرقية وجنوب الريف وهضاب الفوسفات والسهول الداخلية المتواجدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة. أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عدد السياح الوافدين ارتفع إلى 6.5 مليون سائح خلال الأشهر السنة الأولى من السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة مع سنة 2019. أما رياضيا، فقد حطم المغرب الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر فئة إعاقة بصرية، وذلك خلال بطولة العالم للألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التي تقام في الفترة من 8 إلى 17 يوليوز في باريس. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز، إلى اللقاء. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.